أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل العذاب في القبر على الجسد أم على الروح؟ الجميع، على الجميع، لا يقال على الجسد فقط ولا يقال على الروح فقط، إنما يقال على الجميع. يمكن يقول واحد: شلون الجسد وهو صار تراب؟ نعم، يعذب التراب المتحلل من هذا الجسد، يعذب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.